السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. انا ناوية اليوم اسوي البنكيك، اكثر شيء هذا نستخدمه بالفطور الصبح بالريوق، يعني يحبونه الاولاد. والمواد اللي استخدمت هذا الطحين هو مالته، الميكس مالته. انا راح استخدم كوب واحد مال حليب، وملعقة ونص زيت، ملعقة شاي واحدة مال فانيلا، وملعقة شاي مال بيكنج باودر، وملعقة ونص مال السكر. هذني كلهن أخبطهن مع بعض، هذني الأشياء شوفوا مرة واحدة أحطهم، يعني هذا الحليب، وبالإضافة للبيضة، هاي بيضة واحدة، بس بيضة واحدة أحط. شوفوا هاي كل أشياء أسويها أحطها مع بعض وأخفقها بهاي، سهلة وبسيطة. هاي الفانيليا حطيتها، وهذا الزيت، فقط بس البيضة. هسه راح احطها وهسه راح اخفقها واشوف لكم اياها شلون. حطيت البيضة معها، حتى ما تتعب يعني. شوفوها شوفوا صار بهاي، هاي السماكة. إذا تريدون أخف ضيفوا له شوية حليب بس، وهذا يعني كل الزين. طبعا وراح أشوي على هاي، أنا فتحت عليها العين مال الطباخ أول مرة حميتها، وبعدين نصيتها خليتها على الوسط يعني. شوفوا بهاي الطريقة، وهاي الحجم انتو تتحكمون بيه، تريدوها كبيرة تريدوها صغيرة، بس اوكي ما بروح. طبعا هاي الصينية تاخذ 6. ترى شوفوا شوي قوم تطلع فقاعات. صارت تكتسب اللون الذهبي. وسهلة وبسرعة تسوون أكثر من يعني 4 أو 5 أو 6. هاي قلبتهم، شوفوا اللون شقد حلو. هاي وجبة ثانية، والوجبة الأولى هي أنا طلعت هاي الكمية اللي سويتها، تقريبا أسوي لكم 12 أو 15 وحدة. شوفوا خلصتها هاي، يعني ما خلصت العجينة اللي عندي. شوفوا الكمية اللي طلعتها 12 وحدة، وهسه هذول نحط النتلة. شوفوا نحط النتلة طبقات عليها، هسه من اخلص اشوف لكم اياها. واصبحت بهذا الشكل. واذا عجبكم الفيديو سوي لي لايك وشير وسبسكرايب، وفعل الجرس حتى اي فيديو انزله ينزل لكم اوريدي. السلام عليكم.